إن من المعيب أن تناقش قضية غزة القومية والإنسانية المضرجة بدماء الأطفال على هامش قمة معدة سلفا وفي جلسة تشاورية. وكما تعلمون فإن قطر لم تتأخر يوما عن حضور أي قمة عربية عادية كانت أم طارئة، رغم رأينا المتحفظ على بعض القمم. لقد كان هذا نهجنا وما زال، فهو ينطلق من حرصنا على التعاون والتكامل وعلى المؤسسات والهوية العربية. ومن هنا فقد جددنا الدعوة إلى قمة طارئة تستضيفها الدوحة بعد غدنا الجمعة، إلا أن نصاب هذه القمة قمة غزة ما أن يكتمل حتى ينقص. حسبي الله ونعم الوكيل.